المنتخب. نعرف اللي ضرب جزاء فيها ضربة حظ، لكن هام لأخي ياخذ ثقة في الفريق. صحيح، ننتظر التسديد لضربة الجزاء. تقريبا إمكانية تذيل الفارق، والمنتخب التونسي سيتأهل لنهائي كأس كيرين. فالنسيا في تنفيذ ضربة الجزاء الممنوحة من الحكم الياباني فالنسيا، والتألق لدحمان، دحمان على مارتين كما قلت أنت، معناها الكون في المسيح دحمان تنبأ رضا جدي بأنه أيمن دحمان سيتألق باش ينحي ضربة الجزاء الصعيبة اللي تزفرت ضد المنتخب الوطني التونسي. الريفلاكس، التألق، الثبات من أيمن دحمان، 2-0، كل شيء يشيب اليوم للمنتخب الوطني التونسي. الثقة لدحمان، البراعة، المهارة لدحمان، الامتياز لهجوم المنتخب التونسي، لكل اللاعبين اللي عول عليهم اليوم المدرب جلال القادري.